حقيقة اليوم مشاركتنا مع مركز الفجيرة الإبداعي في اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حقيقة شاركنا وشفنا هذه المشاركة الجميلة والفعالية المتكاملة، منها طبعا مشاركة جميع المؤسسات القائمة في إمارة الفجيرة، وكذلك الفعاليات منها الرزفة ومشاركة أصحاب الهمم والمؤسسات الأخرى، فعالية جميلة جدا ورائعة، ونشكرهم على هذه الدعوة. الاحتفالية كانت عبارة عن معرض إبداعات شبابية لمجموعة من الفنانين والفنانين الإماراتيات بقطع وخامات إماراتية من التراث المحلي، بالإضافة إلى القرية التراثية بمشاركة جمعية الفجيرة الخارجية ومجموعة غرس للأسر المنتجة وأصحاب الهمم. كذلك نظمنا في المسرح مجموعة من الفقرات الاستعراضية لطلبتنا في المدارس، بالإضافة إلى فقرات بمشاركة أكاديمية الفجيرة للفنون ومسرح الفجيرة الوطني وكذلك فرقة شحوح الحربية.